وضعه وسير القمر فأطلعه سبحانه وتعالى لا شريك له ولا إله معه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد المرشد الحكيم والمعلم العظيم والهادي البشير والسراج المنير. محافظة سوهاج اتساقا وارتكازا على هذه الاستراتيجية
أعلنت في أغسطس 2022 عن تدشين وإعلان وإطلاق الاستراتيجية الصهاجية للتغيرات المناخية، والتي كان خبيراً في وضعها الأستاذ الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، وأعلنها داخل ديوان عام محافظة سوهاج، ولانتسابه لجامعة سوهاج كرئيس كما يحكو لي دائماً لا أستطيع أن أصفه بالسابق، وهو رئيس دائم لكل أنشطة الجامعة. فقد قدمنا هذه الاستراتيجية التي وضعها الأستاذ الدكتور أحمد عزيز باسم جامعة سوهاج، ونافسنا بها بين كل الجامعات الحكومية، فكان اختيار الجامعة كإحدى عشر جامعات مثلت التعليم العالي على أرض مدينة السلام في أرض الفيروز في حضور مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية COP27. وقد لاقت هذه الاستراتيجية استحسان معالي الوزير الأستاذ الدكتور أيمن عاشور وكل الحاضرين في جناح معرض جامعة سوهاج على أرض COP27. ولأن هذه الاستراتيجية كانت حللت الوضع الراهن للمحافظة وحددت الوضع المأمول لهذه المحافظة وحددت الفرق بين الواقع والمأمول بما أثبته الفتوى في التغيرات المناخية، ووضعت بسند هذه الفتوى مجموعة من الأنشطة تنفذ على مدى عقود ثلاث: العقد الأول 22-30، والعقد الثاني 31-40، والعقد الثالث 41-50. فقد جاء تنفيذ مؤتمرنا هذا كأحد الأنشطة التي وردت في العقد الأول، وهو عقد مجموعة من المؤتمرات وورش العمل لكي نستطيع من خلاله تبادل الخبرات والآراء ونواتج البحث العلمي. يقول الله تعالى: كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ويقول جل جلاله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المفسدين. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. المنصب الكريم معالي الأستاذ الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، معالي الأستاذ الدكتور حسان العماني نائب رئيس الجامعة على شؤون الدراسات العليا والدروس، معالي الأستاذ الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة على شؤون التعليم والطلاب، الأستاذ الدكتور صباح صابر مقرر عام المؤتمر، الأستاذ الدكتور محمد حسنين أمين المؤتمر. الحضور الكرام معالي الأستاذ الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة السابق، معالي الأستاذ الدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة الأسبق ونائب رئيس جامعة العلم الخاصة، سعادة الأستاذ الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب السابق، سعادة الأستاذ الدكتور أحمد محمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث السابق، سعادة الأستاذ الدكتور أحمد علي حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب الأسبق، ضيف الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد كامل الحجازي أستاذ علوم الميكولوجيا وعلوم البيئة التربية كلية العلوم جامعة القاهرة، السادة أعضاء الكليات والسادة الوكلاء، السادة رؤساء الأقسام، السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونين في الجامعة، المستشار أحمد حامد مدير ريادة سوهاج الإدارية ممثل للهيئات القضائية بسوهاج، لواء حاتم صادق مدير أمن الجامعة، الأستاذة رمية الهلالي عضو مجلس النواب وممثل للهيئات البرلمانية داخل المؤتمر، الدكتور أحمد الدين ممثل الأحزاب السياسية داخل المؤتمر، الأستاذ محمد الدين
الأستاذ نادر عبد الخالق مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتوسطة الصغر، مهندس محمد أحمد عيسى مدير فرع جهاز شؤون البيئة وفاصل سهاد. نشكر جهاز شؤون البيئة لمشاركته معنا فعالا في هذا المؤتمر وفعالياته المتميزة إن شاء الله. ممثلي الجهات الأمنية في المحافظة، الزملاء الكرام الحضور من جامعات مصر والجامعات العربية، المشاهدين سواء بالحضور أو المباشر أو بالحضور عبر الإنترنت، الباحثين في كل مكان في مصر والعالم العربي، أبنائي الطلاب والطالبات في جامعة سوهاج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرفنا اليوم بحضوركم المؤتمر الدولي الأول للبيئة والذي ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة سوهاج تحت عنوان الجامعات وتحديات الاستدامة والتغيرات المناخية في ظل الجمهورية الجديدة، والذي يقام برعاية كريمة من معالي الوزير الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، معالي الوزيرة الأستاذة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، معالي الوزير اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم، ومعالي الوزير الأستاذ الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة الذي يعمل حثيثا على النهوض بدور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كما أن سيادته يؤمن بأن الإبداع في خدمة المجتمع لا يتأتى إلا من خلال تبادل الأفكار والخبرات المستقاة من المؤتمرات واللقاءات العلمية المجتمعية والخدمية. فنشكر سيادته على الدعم المجزي والمعنوي والمادي للمؤتمر، ويطيب لي أن أتقدم بكل الشكر والتقدير للجامعات المشاركة في المؤتمر، وهي من خارج مصر جامعة أم دمان الإسلامية بالسودان، جامعة اليرموك بالأردن، الجامعة الأردنية الهاشمية بالأردن، جامعة الأنبار بالعراق، جامعة أصدقاء الدراسة الأردنية بالأردن، ومن داخل مصر جامعات سوهاج، القاهرة، دمنهور، الإسكندرية، الزقازيق، أسيوط، بنها، المنيا، حلوان، الوادي الجديد، جنوب الوادي، بني سويف، عين شمس، قناة السويس، الجلالة، ميريت، معهد الدراسات البيئية جامعة العريش، المعهد العالي للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج، معهد الكبد القومي شبين الكوب جامعة المنوفية، معهد البحوث والدراسات العربية جامعة الدول العربية. Yeah.
الأستاذ النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والنفوس، معالي الأستاذ الدكتور ناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، معالي الأستاذ الدكتور خالد عبد اللطيف مراد نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المؤتمر، معالي الأستاذ الدكتور صباح صادق مقرر عام المؤتمر، الحضور الكريم معالي الأستاذ الدكتور أحمد عزيز سعد المنعم رئيس الجامعة السابق، معالي الأستاذ الدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة الأسبق، معالي الأستاذ الدكتور أحمد علي الملك رئيس الجامعة الأسبق، معالي الأستاذ الدكتور صفا السيد نائب رئيس الجامعة الأسبق، معالي الأستاذ الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة الصادق. الحضور الكريم كل باسم ووصفة وصفته، أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في هذا المؤتمر، المؤتمر البيئي الأول لجامعة سوهاج بعنوان الجامعات وتحديات الاستدامة والمناخ في ظل الجمهورية الجديدة، الذي يأتي ضمن إطار مخرجات مؤتمر الأطراف كومبوسيبل وعملا على تنفيذ الحلول، لأن القمم السابقة كانت تطرح الحلول، هذا يأتي في إطار تنفيذ الحلول في ظل الجمهورية الجديدة. كانت مصر سباقة في وضع الحلول، حيث أعلن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على هامش المؤتمر وفي وقت انعقاد عن تنشين أول مصنع عشان يعيشوا وياخدوا خبرات، وده الحاجة اللي توفرها ريادة الأعمال والأطراف، إن هي بتعد الخريج إن هو يشتغل أول ما يتخرج في المجال بتاعه، بدل ما يفضل يتنقل من وظيفة إلى أخرى ويضيع وقته لاكتساب مهارات إلى أن يصل إلى الوظيفة اللي هو استقر عليها في مجال التخصص. المطلوب بحكم العام 2030 توفير 500 مليون وظيفة خطرة، لأن الحلول عام 2050 تقريبا كل الوظائف هتبقى خضراء على مستوى العالم، سواء قضينا أو أبينا هتبقى خضراء.